رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا مضى عام وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا تتوق النفس للأجواء فيه إلى قرب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وعيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم. الرسول كذا مشي ورجل واحد في البقيع لا يحجموه وهو آخذ بيدي لثماني عشر خلد من رمضان. فقال نشوف الرسول آخذ بيدي قال ولثماني عشر خلد من رمضان. فقال أفطر الحاجم والمحجوم. شوف الحديث فيها زيادة كمان. أيوة. شداد بن أوس في الأول ما كلم الكلام ده لكن قال آخذ شايلني بيده كده ولقى الرجل كان بيحتجم على البقيع ده وقال شنو أفطر الحاجم والمحجوم. إذن السبب اللي قال الرسول ذاته ذكره يقول واحد بيحتجم عشان كده قال أفطر الحاجم والمعجوم. والتعويلات اللي كان تقدمت كل واحد كان سألك يقول ممكن الحديث ده مفسر بكذا ومفسر بكذا ومفسر بكذا. أبو داود قال أبو داود ورواه خالد الحذان أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حاء أنا تها قلنا نهاية السنة وبداية السنة الجديد. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج أخبرني مكحول أن شيخا من الحي ذو الكبير من شيخ قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى رسول الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم إما التحذير وإن كأنما أفطر وإما كان وصل إلى وقت الإفطار. منات عند المالكية عندنا الكراهة. حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان حدثنا الحيثم بن حميد أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. شوف ده كله أسانيد. قال أبو داود ورواه ابن ثوبان عن أبي عن مكحول بإسناد مثله. ده كله يتقوى هذا الحديث باختلاف الروايات. باب في الرخصة في ذلك. هناك منع وهنا كان بيرخص يقول إيه عامل الحجامة. عشان كده شوف الكلام ده مش هنا كلام الرسول يختلف بعضه بعض. لا 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 هذا الحديث كلمة أفطر العاجل المعجوم زي ما سميته مؤول والحديث اللي الجاية كمان بيجوز الحجامة. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو شوف وهو صائم. هناك قال أفطر الصائم وأفطر الحاجم والمحجوم وهو نزاته بنفسه احتجم. إذن الجواز هناك بالنسبة تحذير خوفا من أن يؤدي إلى فطر الحاجم ولا المحجوم. قال أبو داود رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن كلمة عن ابن عباس مثله. مثل هذا الحديث تقدم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. يدل على وفيه دليل تقدم على أن الحجامة لا تضر المحرم ما لم يقع ما لم يقطع شعر ولا ما عندنا. إذا كان قطع شعر كمان يكون فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أنا أنت محرم بالحج والعمرة لسه ما تحللت ما تعمل حجامة. ما لأن الحجامة ممكن يطلع شعر. لو طلع شعر شعر إلى أشرة يكون حفنة زيادة يكون فدية معناته ذبيحة
أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مدين مدين. إذا كانت دخلت في ضرورة ممكن ما في مشكلة، ولو زي واحد فجه مثلا، أما لو فجه ضربه على رأسه لابد يعمل الدواء مرتين، إذن ما في إثم لكن الفدية ما تسقط، ما في إثم لكن اللي لكن كان أنت بدون أي عذر، لما أنت محرم بالحج والعمرة وإيه حلقت رأسك يكون عندك إثم وعندك إيه فدية. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عباس، لا عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة. معنى تخوف خيفة التغرير زي ما نقول هنا، مواصلة بمعنى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، تواصل الليل ونهار عشان صائم، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحرمهما. شوف ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السهر، فقال إني أواصل إلى السهر وربي يطعمني ويسقيني. أنت ولا زيانا، أنت بعد الغروب ده أفطر، لكن أنا ممكن أواصل بدون أكل بدون شراب إلى السحور، ويمكن يومين 3 لا أكل ولا أشرب. إذن ربنا يديني شنو؟ قوة الشراب وقوة الأكل، أو كمان يأتيني طعام الجنة. ولا ما يجي رسول كده يا ربنا يجيب له طعام من الجنة يفطر، وطعام الجنة قلنا ما يكون يبطل الصوم. السلام إذا كان صائم وجاب لك طعام من الجنة ما يؤدي، لأن هذا ما طبيعي، ما طبيعي تأكل وتشرب، ده كرامة ربنا أكرمك. لكن تلقى لا ما تلقى، الله أعلم. قلت هذا التأويل غير صحيح، لأنه ماشي هنا يقول إنما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما وهو مسافر، لأن لا نعلمه كان محرما وهو مقيم، والمسافر أن يفطر على ما شاء من طعام وجماع وحجامة وغيرها، ولا ما كده؟ أنت طالما جائز لك تفطر أنت مسافر بأي شكل إن كان، بأكل بشراب بجماع مع المرأة إذا كان هي كلها مسافرة، وأن تصوموا خير لكم. وهذا التأويل غير صحيح، قال لأنه قد أثبته حين احتجم صائما، ولو كان يفسد صوم بالحجامة لكان يقال إنه أفطر بالحجامة، وإلا الحجامة كان بتفطر ذا الرسول ما بيحتجب. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس ما كنا ندعو الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد بس، لأننا لم نترك الحجامة لكن خوفا التعب بس، كما التعب نقول بخاف للتعب ده يحتجب ما في مشكلة، كان هو ضامن نفسه كان يحتجب كله ما بطأ في الصوم يحتجب، خاصة أيام الحرارة في ناس وعليل لو ما احتجم يكون مشكلة، وإذا كان يحتجم في الحرارة وصائم ما بضره كله يحتجب ما عندك مشكلة، لكن كان خوف بكونه يؤدي إلى إفطار لا يخليه، إذا كان ما بتعب كمان كان بتعب لا، ولو يؤدي إلى فطر كل يلا أفطر وتدخل يوم بس تقضي منه. باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان، أنا تقاعد نايم واهتلق مرق منه من شوف ده خاصية هناك في الرسول كمان ما يحتلم أصلا في حياة الرسول ما احتلم، لأن احتلام من الشيطان، الشيطان يلعب بيك يجيب لك مرة قدامك كده وانت نايم خلاص تقذف وفي الأخير تلقى حاجة ما فيها، إذن كان حصل نهار في رمضان صومك صحي، إلا إذا كان انت واعي ولعبت مع المرأة أو نظرت إليها أو فكرت أنني مرك هذا شيء آخر، وانت نايم ما في حاجة تغتسل وخلاص صومك صحيح. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. قاء ما استقى قاء قاء قدر. انت صائم سواء فرض ولا نفل والقريب طلع منك وما رجع شيء صائمك صحيح. وما انت المسبب، كان انت استقعت انت بس عملت سبب حتى قدفت هذا ايه بيجب عليك تقضي. انت بس سببت في القذيف ده وبعدين رجع عليك القضاء والكفاره لا نتعمد. لكن كان غلبك زي هسه ده قاعد كده قلبك طممك ويلا قذفت وما رجع شيء صومك صحيح، رجع شيء كمان تقضي يوم واحد كما تعمدت ليه القذيف ده. ولا من احتلم، انسان احتلم في نهار رمضان ما عنده شيء زي ما تقدم. ولا من احتجم، شوف الحديث ده يبين لنا الكلام التقدم افطر ايه الحاجم والمحجوم. هنا الرسول قال ايه والحجم كل ما بفطر. اذا هذا الحديث يصح الكلام التقدم ده بمعنى كلمه افطر الحاجم والمحجوم ده ما على ظاهره لا مؤول زي ما تقدم معناته يؤدي الى فطر الانسان الصائم الحجامه، مش تفطر عديل كده زي تقدم قال هلك فلان فلان هلك حوله هلك ما ناتي شغل هذا بودي الى هلاك. اذا الحجامه كلها توديك الى توطي صومك مع ان فطر خلاص. باب في الكحل عند النوم للصائم، عند النوم تكتحل ولا ما تكتحل؟ بالليل ما عندنا مشكله لكن النهار ما تصب لك ايه ما تدخل كحل ما تمسح الكحل لان ربما يوصل الى الحلق ويفسد صومك. حدثنا النفيلي حدثنا علي بن ثابت حدثني عبد الرحمن النعمان بن معبد بن حوذة عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإسمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. الإسمد اللي شيء ليه كحل ده بيدخلوه في العين ده، أمر بالإسمد المروح عند النوم في الليل ما. وقال ليتقي الصائم نهارا النهار لا، لكن لو اكتحلت بالليل وبعد كده وقت ده نزل صومك صح لان انت اكتحلت شنو بالليل ما بالنهار، انت دخلت بالليل ولكن الكحول نزل نهار وحسيت مرار او كذا او حماض في حلقات صومك صح. لكن لو دخلت نهار وحسيت نهار معناته صومك باطل. قال أبو داود ده كله مذهب مالك ها، قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعني حديث الكحل ده ها إذا كان ماشي على ظاهر الكلام. لكن حدثني وعب بن بقية أخبرنا أبو معاوية عن عتبة أن عتبة أبي معاذ أن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم. في مذهب الإمام الصحابي الجليل أنس بن مالك هو بيكتحل بشيء كحل. إذن نحن بنقوله الكحل بالنسبة نهار مكروه خوفا يوصل إيه زي القطرة. القطرة دي كان تاري ما بتوصل حين تسويها لا في الجود القطرات دي وكيف سويت طوالي دخل لي بالليل. إلا إذا كان في ناس بيشلعهم زي بسوي عملية هنا العين وبيقول لك في كل ثلاثة أو كل خمسة أو كل أربع ساعات تصبها وإلا ما ينجح كان ولو يؤديك إلى إبطال الصوم كله لأن أوضة هناك ده لو إيه راح تتمكن بيت ثاني ها صب يومين او ثلاثه. حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الاعمش قال ما رايت ادم من اصحابنا يكره الكهل للصائم. شوف العام بيقول كده ما في واحد كده من اصحابنا العلماء يكره الكهل للصائم. وكان ابراهيم يرخص ان يكتحل الصائم بالصبر. السبر ده ايوه لكن عند عند الامام مالك مكروه ولا ما كده
الأحاديث دي هي موجودة، لكن لكل واحد مذهبه. أنت شوف مذهبك، ها ما تقول لنا يا أخي ما قاعد في الحديث قالوا، لا لا لا، أي واحد عنده مذهب. أما أقول الأحاديث دي بحر، كل واحد يشرب قدر إيه بطنه، ويؤول الحديث حسب فهمه. نحن فهمنا بالنسبة للإمام مالك يعني يقول لك لا الكحل ما تدخله إيه، لأن في منفذ هنا، المنفذ ده بعدين إيه ينزل، زي الأذن منفذ، زي الأنف منفذ، زي الفم منفذ. باب الصائم يستقي عامدا، ينقى هنا استقى بمعنى هو سبب القضيب، القيد هو بس تعمد، إما دخل أصبع وإما عمل وهذا كده تعمد والقريب طلع. حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء. غلبه، ذرعه بمعنى القريب ده غلبك، وقلنا قبيلي ما رجع حاجة. وإن استقاء فليقضي، بس أنت بس سببت القديف ده، ولو ما رجع حاجة يجب عليك تقضي هذا اليوم. شوف الفقه ده كويس، لما تقرأ الفقه هناك تفهم الحديث. عشان كده قالوا كتاب أبو داود ده المذاهب كلها دلتها موجودة. من تجي الكتاب ده تفتح أي محل في الوضوء، في الأنكحة، في كذا، تلقى أي واحد يقول أيوة أنا أخذ بهذا الحديث. المذهب ده ما مذهبنا، مذهب الشافعي، أحمد بن حنبل، الثوري، كذا. لأن تشوف اللي صاحب البر يقول لك كل من رسول الله، أيوة كل من رسول الله غارف من البحر ده. شوف بس تشيل من وسط، من وسط، من نط، من طرف. قال أبو داود رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين عن يحيى، حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه، حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفضر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله. ثوبان مولى عبد الرسول أبي، ما لكن يا ريت انت كنت عبد الرسول تلقى وين؟ في مسجد دمشق. فقلت ان ابا الدرداء حدثني ان رسول الله قال فافطر، قال صدق، وانا سببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. هنا حديث كان تقدم الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من قاء فلا قضاء، من استقاء فليقضي. هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قاء أفطر وقضى هذا اليوم، ماشي، قضى هذا اليوم. وثوبان بيقول أنا اللي كان صبيت الوضوء، ما أنا أتغسل، كان شوف الصحابة يصبوا إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هنا إلا إذا كان يؤول هذا الحديث بمعنى فيه شيء رجع، وإلا إذا ما رجع شيء الصوم صحيح. قلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله قاء فأفطر. أبا الدرداء بيقول الرسول قدف وأفطر، قال صدق، وأنا سببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. إذن ربما يكون القريب رجع، عشان كده الرسول إيه هنا. هل الإنسان إذا كان قدف، لو قال خلاص هي ما تلفت، من تلفت كمان جبل ناكل، هي كنت عمد خلاص، هل هي القضاء والكفارة؟ شيخنا ما عندي تأويل كيف ينفع، ما إيه تأويل؟ هم ما دامت أفطر ده، لا ما إذن هذا أول شيء آخر. لكن هذا الحديث إذا كان قرنا على ظاهره بس، أي واحد قدف بس إيه خلاص يلا أفطر أكل أشرب، لا إذا كلمة أفطر يؤول بمعنى بطلة
الصوم ويقضيه يوم. ها؟ رجع شيء. وإلا الرسول لا يتعمده. مرات أنت بعض الأشياء تضطر تتعمد القي. مثلا عندك قلبك حيين يحرك كثير. ولو ما قذفت الشيء الموجود داخل ده ما ترتاح. في أكل كده يمشي قدام يمشي كده. وفي حاجة قبل رمضان أو قبل أي صوم في ناس وعدين لو بطني عندها شيء مرات لو ما قدف حيسبب له سيارة. إذن ده أنت مضطر عشان إيه؟ تدخل إصبعك عشان إيه؟ تقذف الشيء الموجود ده عشان ترتاح. إذا ما رجع حاجة صومك صحيح. رجع شيء كمان تقضيع. هذا ممكن. باب القبلة للصائم. معناته الصائم هل يجوز يقبل يحب مرته ولا ما يحبها؟ تقبلها ولا ما تقبلها؟ حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وألقمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم يباشر وهو صائم ولكنه كان أملك لإربه. ها؟ الرسول يقبل يحب أبينا ويباشر زوجته كما وهو شنو؟ صائم. يقبل وهو صائم ويباشر كله هو صائم. لكن السيدة عائشة تقول أملك لإربه لشهوته. جاء الرسول بيقدر بيملك شهوته لكن في حديث آخر قال من يملك إربه كما يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم إربه. يأتي منكم من الرجال يلمس مرته وشهوته ما تتحرك. ها؟ استندار كده يقول منو؟ منو كده يقول استندار كده؟ ما ممكن. ها؟ أنت كيف كنت حاول ده؟ مرات كان ما عندك نية كلها. من المباشر بقت مرة مرتين خلاص أو قبلتها. أيوة إلا إنسان لا خير في القبلة للصائم. زي هناك للوضوء قال لرحمة أو وداع إلا لوداء أو رحمة. ده كله إذا كان ما تحركت الشحم. أنت متوضي كله كان قبل مرتك. القبلة ده شنو؟ لأجل الوداع. إما هي مسافرة وإما أنت مسافر زي الناس البيض واحد كده بقبل مرته مع السلامة أو مع السلامة أو لرحمة حنانة. أنت شافتك كده تعبان أو شفتها هي تعبانة وكمان تقبلها للرحمة. ده كله لو ما حصل إيه؟ لذة. لو حصل لذة وضوءك إيه؟ ينتقل. هاي الشيء في الصوم كان عملته يبقى مشكلة. مشكلة كيف؟ ربما الشهوة تتحرك وتحركت الشهوة هاي مز يطلع. لو مز ما طلع صومك باطل. عشان كده يكون هاجس. ما في كلام جاي جاي. في الحرم في الطواف ايوه ما ناس البيض ديل خاصة اخواننا اللي عنده نوزين عسوين ديل هو كان ماشي مرتبة كربة كده يقول حرم 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 هاي حرام حرمة 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 بشيلها كده بكربة بداهمة بهاي منها بهاي ايه نحن ما نقدر الكلام ده. ها ما نقدر ماشي صعب شوية. إذن في ده كله إذا كان شهوة تتحركت عندنا نقض الوضوء. هم عشان أحناف الناس زي الأحناف ما شافعية ولا مالكية. هم تحرك ليه الشهوة اللمس ده هم عندهم ما بنقض الوضوء. عشان كده هم معانا ما سووا. مذهبهم ده لا ما عندهم مشكلة. ها لامستم النساء جامعتم بقول لامستم ده جامعة لا نين عندنا لامس بمعنى مباشرة جسد بالجسد فقط. إن قصد اللذة وجدها إن وجدها ولم يقصدها وإن قصدها ولم يجدها فعليه ليه وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه. هم الكلام ده ما عندهم. أنت متوضي تقبل مرتك تلمسها ما عندهم مشكلة إلا كان طلع شيء. نين كمان خلاص ممنوع أن ترديه. هم؟ أنا ما عمرت في الكلام.
لأن شوف اختلاف الأئمة رحمة للأمة، رحمة، هذه رحمة. هم عندهم هذه، عشان كده أنت ما تقول شوف الناس ذلك بسؤال أننا كلنا نسوي، لا لا لا، أنت عندك مذهب وهم عندهم إيه؟ مذهبه. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني بن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. لا، الرسول يهبني وأنا صائم وهو كله صائم، لكن قال له هوي أمر أعمل حسابكم. الرسول قال لست كهيئتكم، أنا ما زيكم، أنجر طرف وينجر طرف حدود الرسول. لا، أنت أمرك بخادم، ما تقول الرسول بس أنا كل نصير أعمل حسابك. الباب قال لي هو ده ما ببقى، عشان كده التعليم بيقول الباب قال لي فلان ما ببقى لي انا، ولا ما كده؟ ايوه، الباب قال الرسول ده ما ببقى لنا نحن. حدثنا احمد بن يونس حدثنا الليث حاء وحدثنا عيسى بن حماد اخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب هششت فقبلت فقبلت وانا صائم. فرحت من شوف اللغه العربيه التاليه، فلان حش، هي بتقول كده فلان هاش، هاش معناته فرح كده وخلاص طرب، لغة عربية شوف شادية الحمد لله. هوش فلان هاش، هاش ده معناته ما بوش إلا إذا كان حرك نفسه وكمان أيوة. عشان كده الواحد اللي بيقول شادية ما بيعرف عربي يقول لا أنت ما بتعرف عربي، عربي حق أنا ده قاعد في الأحاديث وفي القرآن. زي يقول إيه مت قبل هذا وكنت نسيا، قالوا نسيئة منسية، نسيئة 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 دي اللبن اللي بيسبوه فوق موية مش نسيئة، ما هو القرآن قال الكلام ده في رواية، نسيئة منسية زي الموية اللي صبوه في اللبن، اللبن خرج راح ما بقي لبن، أنا كل اللي أريد بقيت كده، أو نسيا من النسيان. حدثنا عمرو بن يونس حدثنا ليس حا وحدثني، عشان كده قال ايه هاش الرجل هششت وقبلت وانا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما، انا سئل لي شيء كبير مره واحد، فقال شنو؟ قبلت وانا صائم. قال اريت لو مضت مضمضت من الماء وانت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا باس به، ثم اتفق. قال فما هنا الرسول لما الرجل قال له انا سويت شيء عظيم مره هذا اليوم شنو؟ قال قبله انا صايم. قال كم مضمضة في حاجه؟ قال ما في حاجه خلاص، معناته ايه؟ كان ما حصل منك حاجه، ما مرك منك مشي، فعلك ده مكروه، لكن صومك ايه؟ صحيح. يا سلام، هنا قلت في هذا إثبات في مل، لأن ذريعة بيكون إيه؟ بوصل إلى ووصوله إلى الجو فيكون به فساد الصوم، كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للوصول للصوم. يقول فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته. إذا كان المضمضة ما بتؤدي إلى إبطال الصوم، القبلة كلها ما بتؤدي إلى، لكن إلا إذا حصل شنو؟ مذي أو مني نزل، ده كمان شيء آخر، كم مني معناته قضاء وكفارة. يا رمضان شوق القلب باد، فعد بالله تشدو والتقينا، مضى عام وتوقي في ازدياد، كأن الدهر مشيته الهوينا، تتوق النفس للأجواء فيه.